بعد الخلاف يلي صار بين الفنانة أنغام والفنانة أصالة بسبب زواج أنغام من الموزع أحمد إبراهيم بفترة كانت بعد أصالة مزوجة من طارق العريان وهو خال زوجة أحمد إبراهيم الأولى، واعتبرت وقت أصالة أنه زواج أنغام من أحمد إبراهيم مبني على هدم بيته. وبخطوة مفاجئة نشرت أصالة على صفحتها صورة ابنها مع ابن أنغام يلي بتربطهم علاقة صداقة قوية، وكتبت صورة حضارية. وانتشرت الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي واعتبرها البعض تمهيد للصلحة بين أصالة مع رفيقتها القديمة أنغام، خصوصي أنه اثنيناتهم طلقوا وبطل في داعي ليكونوا على خلاف. لمعرفة كافة الأخبار الفنية زوروا موقعنا الفن.com واشتركوا بقناتنا على يوتيوب ليوصلكن كل جديد.